مساء الخير وياهلا وسهلا في كل من يشاهدنا على شاشة كل العرب MBC. حلقة جديدة من برنامجنا اليومي موسم الطائف. في مصيف العرب انطلق برنامج فعاليات الموسم في الأسبوع الأول، وتنوعت الوجهات السياحية في تقديم الفعاليات اللي جذبت آلاف الزوار في المواقع الرئيسية في سوق عكاظ وفي الشفا والهدى وقرية ورد في منتزه الردف وحديقة الملك فيصل اللي فيها مجموعة من الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن. من قرية ورد لمنتزه الردف نبدأ معاكم في جولة جديدة على فعاليات الموسم. سنتعرف اليوم على فارسات عكاظ، حيث تقود سما حسين وفريقها من الفتيات السعوديات الخيول في عروض يومية أمام زوار عكاظ. سعوديات يمتطين ظهور الخيل للمرة الأولى ليقدمنا عروض فرسان عكاظ جنبا إلى جنب مع الفرسان الرجال ضمن موسم الطائف مصيف العرب. اللافت هو تمكن الفارسات من الخيل وتفوقهن بطريقة شدت انتباه الحضور، وحظيت بتفاعلهم واعتزاز الأسر من خلال الحرص على التقاط الصور التذكارية مع الفارسات السعوديات. عرضنا هنا في سوق عكاظ شيء جميل جدا جدا ورائع. كنا ردة فعل الناس كانت رائعة، ابتساماتهم، تحيتهم، ردة فعلهم، حضورهم الجميل لتشجيع البنات والفارسات السعوديات. أبوي مدرب خيل سباقات، فمن أنا صغير وهو كان يطلع الخيل ياخذنا معه، فمن وقت صرت أحب الخيل، وكل ما يطلع الخيل أروح معه، كل ما يطلع فأنا بدي أخواني اللي أطلع معه. سوق عكاظ من أكبر الفعاليات اللي تصير في المملكة، ولنا الفخر إن إحنا نشارك في هذه الفعالية. كلنا ما شاء الله سعوديات بنات بلد، بنحاول نرفع رأس السعودية، بنبرز مواهبنا، وإن شاء الله يكون لنا اشتراكات أخرى. المشاركات قدمنا إلى الطائف من مناطق مختلفة من السعودية من أجل تقديم العروض المبهرة بخضوعهن للتدريب على مدى أيام قليلة فقط نتيجة لاحترافهن ركوب الخيل في الأصل. لوحة جديدة، دخول فارسات السعوديات، وانت زي ما انت عارف آبائنا وأجدادنا في القدم كانت على البل وعلى الخيل وعلى وكان عدة لوحات قدموا عدة لوحات، والحمد لله كانت مشرفة. طبعا لنا خبرتنا طويلة من بداية سوق عكاظ، وكان في تنوع بالعروض. الفرسان السعوديون والعرب الذين احتكروا جادة عكاظ في العقد الماضي أبدوا احترامهم لموهبة الفارسات القادمات وقدرتهن، مرحبين بهن على طريقة منافسة وأخلاق الفرسان. أسعدونا وشرفونا وشدوا انتباه الجمهور أكثر لنا. كل هذا وأكثر من التنافس المثير والتفاعل الكبير يعيشه زوار موسم الطائف مساء كل يوم هنا في سوق عكاظ. في الشفا والهدى تنطلق فعاليات سادة البيت بعيد عن أجواء المدينة، طبيعة خلابة وأجواء طبيعية ورحلات هايكينج وجلسات طربية في مجموعة من الفعاليات اللي تتميز بمواقعها الجبلية وتجهيزاتها اللي حافظت على هذه الأجواء، وراح تبدأ معاها مجموعة متنوعة من الرحلات البرية. The
طايف مصيف العرب يتميز بسلة فواكه غنية من الرمان والتين والعنب. في جادة الفواكه تجربة تسوق فريدة يتعرف من خلالها زوار الموسم على أجمل خيرات الطائف في منتزه الردة. عشاق الأجواء الطربية وصناعة الآلات الموسيقية على موعد مع المعزوفات الجميلة والعروض الموسيقية المتنوعة في ساحة الموسيقى والفن في سوق عكاظ. هذه الأجواء الجميلة تكون جولتنا اليومية انتهت. أكيد يتجدد لقاءنا فيكم غدا في نفس الموعد وجولة جديدة في موسم الطائف مصيف العرب. في أمان الله.